السلام عليكم. السلام عليكم، بنورك أو بنورك. أهلا لؤي، الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح يا جماعة؟ يا ريت حد يجاوبني. وعليكم السلام، مساء الخير زوزة. الجسار، بنورك يا جسار. يا ريت يا جماعة الناس اللي هي طالبة ريكويست في اللايف دي تبقى تكتب السؤال بتاعها أو حابة تدخل تتكلم عليه. أهلا بيكم كل أهل المريخ. شنو علاج الثعلب؟ حاضر حاضر، هنجاوب على كل الأسئلة حاضر، بس نجمع كده أكبر عدد ونبدأ نتكلم إن شاء الله. بنورك نعوم. بسم الله بسم الله، نبدأ وناخد أول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: فاتح شهية للأطفال. طيب احنا قلنا قبل كده بالنسبة للأطفال فاتح الشهية عندنا أي مالتي فيتامين ممكن نستخدمه يساعد معانا في فتح الشهية هيكون ممتاز جدا، بس يا ريت يا جولدن تعرفين عمر الطفل كام برضو عشان اقدر اساعدك. احسن علاج للثعلبة، الثعلبة من افضل العلاجات ليها الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو بخاخ المينوكسيدل و اللهم صل على سيدنا محمد والجل التونوفاينج جل. هنزل لك صورته دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل لك صور الحاجات حالا، بس اديني لحظات بعد اذنكم. لا مش ده طبعا، مش ده. لحظات يا جماعة، أنا بجيب لكم البخاخ. عندك ده بخاخات المينوكسيديل بكل أنواعها، نقدر نستخدم أي حاجة فيها، اختار أي شركة مفيش مشكلة. مينوكسيديل 5%. الحاجة التانية التاني الجل التونيفاينج جل، او ده برضو شكله لحظات، ايوه، وده شكل التونيفاينج جل. وطبعا احنا قلنا طريقة الاستخدام، بنستخدم التونيفاينج جل ده على اماكن الفراغات او اللي فيها الثعلبة وبندهنها كويس جدا. ده بتحفز البصيلة نفسها، بصيلات الشعر، ان الشعراية يعني توسع البصيلات، ان تحفزها في نمو الشعراية وتطلع قوية مع البخاخ المينوكسيديل، ما تلاقي نتائج كويسة جدا. طيب تمام، مسامات الخشم اتكلمنا فيها كتير جدا يا مو، بس سريعا برضو من الحاجات الكويسة جدا اللي هو قلنا النورمال سلاين رائع جدا، لو احنا استخدمناه هيبقى يدينا نتائج ممتازة جدا. كمان ممكن نستخدم بايوديرما بور ريفاينر كريم، انا هبعت لك، هنزل صورته برضو حالا اهو، يا ريت يكون واضح برضو. ده شكله يا مو 09 090. تمام واضح يا جماعة كده بالنسبة لكم المنتجات.
طيب سوما بتقول ايش احسن مرطب للبشرة الدهنية؟ من افضل الحاجات للبشرة الدهنية الايزيس هايدرا، وكمان البيوديرما سيبيام هايدرا، هوريكم صوره حالا برضو. ده اللي هو التين ديرما هايدرا، ممتاز رائع جدا للبشرة الدهنية، وممكن كمان نضيف عليه اللي هو بتاع بيوديرما برضو السيبيام هايدرا، رائعين رائعين رائعين، واعتقد موجودين في كل المكان في كل الاماكن يعني. الجرح باين يا هند، بنستخدم اي كريم بيحتوي على السيليكون، وعلى سبيل المثال النيوجل من الحاجات الرائعة جدا، وانا نزلت عنه فيديو ممتاز. حسية افتر شيفنج اتكلمنا عن كريم اسمه الالفا كورت يا سم الحساسية اللي بتبقى بافتر شيفنج دي، بنستخدم كريم يكون بيحتوي على هيدروكورتيزون، بيكون كورتيزون خفيف، وبنستخدمه لمدة 5 ايام. حبوب الظهر، انا نزلت فيديو كامل عنها حبوب الظهر، ولكن برضو سريعا ممكن نستعرضه مع بعض. جي ام بي ام، ثواني لحظات، حبوب الظهر، حبوب الظهر، حبوب الظهر، فين حبوب الظهر يا جدعان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة معلش، أنا بدور لكم على فيديو حبوب الظهر، عشان في ناس كتيرة بتسأل على الموضوع ده، إن شاء الله نحاول نوصل لها سريعا. حبوب الظهر، ممكن نشوف الفيديو مع بعض. انا معاكم يا جماعة، بس شوفوا اللينك.
اتمنى كده تكون موضوع حبوب الظهر بقت واضحة جدا للجميع. اوبي بتسأل او بيسأل ما رأيك في الخلطة الثلاثية للوجه؟ انا رأيي واضح جدا للخلطة الثلاثية ان هي لا تستخدم الا في حالات دقيقة جدا وتحت اشراف طبي، عشان دي اضرارها بتكون اكتر من الفايدة بتاعتها، والاضرار بتاعتها كتير. على سبيل المثال بتسبب تركك للجلد، بتسبب رد فعل تحسسي، وممكن تسبب تهيج وظهور حبوب للبشرة. كمان ممكن بسبب رد فعل التحسسي ده كمان ترجع البشرة تسمر اكتر من الاول، فبتبقى لازم تحت اشراف طبي وفترة محددة بس، وليس الاسراف فيها وبكميات مناسبة. فانا رأيي فيها واضح جدا، اللي احنا نستخدم الكريمات الجاهزة يكون افضل بكتير. هبة رباح، ممكن توضحي لي الاماكن الغامقة المقصود بيها؟ هل في الوجه، في الجسم؟ سقوط الشعر بسبب التكميم، طبيعي جدا يا صفاء ان بيحصل سقوط للشعر بسبب التكميم. فاحنا لازم ناخد مالتي فيتامين يكون كويس، يكون يساعد يعوض لنا نقص الفيتامينات اللي عندنا في الجسم. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنستخدم الجل اللي احنا قلنا عليه، عشان احنا قلنا اللي هو بيحفز في انتاج البصيلات بتاعة الشعر وبيدي نتائج ممتازة جدا وهائلة، مع احد البخاخات اللي انا هقول عليها دلوقتي او هنزل لكم صورها دلوقتي، يعني خليكم معايا وهنزل لكم صور الامبولات والبخاخات. عندنا اول حاجة في سيروم من شركة دوتو اس، ده رائع، وبنستخدم الكورس. لازم نبقى عاملين حسابنا ان الكورس بيكون من 3 إلى 6 شهور، مش اقل من كده، ونلاحظ النتائج من بعد الشهر التاني. دي اول حاجة معانا دوتو اس. اي واحد من دول اللي تلاقيه موجود في بلدك هاتيه، تمام. رقم اتنين، الامبولات بتاعت الانيفاجين. وعلى فكرة يا جماعة الكلام ده للرجال وللنساء، دي امبولات نسائية وفي من نفس الشركة برضو رجالي، ناخد اي واحد فيها اللي يناسبك، تمام. ده الشركة التانية اللي هي نيفاجين. الشركة التالتة برضو عندنا من شركة بولتون، امبولات رائعة، في برضو منها وومن نساء وفي منها رجال. كمان كل دي تختاري واحد منهم بس، وده بخاخ من الحاجات الممتازة جدا برضو، ولو موجود في بلدك يبقى ممتاز جدا ورائع. اعتقد كده صور 4 منتجات احنا قلناهم لوقت التساقط الشعر، بالاضافة الى جيل التونيفاينج جيل اللي احنا قلنا عليه ونزلته طبعا في اول الفيديو او اللايف. هلا، ممكن هلا ممكن حالات سودة كتير بنسأل عليها في كل لايف يا جماعه، ولكن سريعا كده احاول اوريكم المنتجات بتاعتي الهالات السوداء سريعا. اعذروني بقى يا جماعه، النهارده عندي زكاه تحسس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ان شاء الله يكون موجود هنا الهالات السوداء. يلا بينا. عندنا النيوتون اي من شركة ازي ازيس، رائع جدا للهالات السوداء والانتفاخات حول العين. ده رقم واحد. ده انا رد على مين؟ فيفي، اعتقد كده الاسم صح. اللي بعده اللي بعده بسم الله. اللي بعده كمان عندنا من شركة ريكسول اي فيرمنج كومبليكس، اي فيرمنج كومبلكس ممتاز جدا ورائع برضو، ساعد معانا على الانتفاخات برضو والهالات السوداء. اللي بعده اللي بعده بسم الله. كده قلنا 2 للهالات السوداء، في كمان ده، يبقى كده قلنا 3 مختلفين واعتقد موجودين في كل البلاد. اليورياج تيبيديرم اي كونتور برضه للهالات السوداء ممتاز جدا.
بنتي شعرها تساقط وصار عندها فراغات. رأي انا قلت بولات فولت ممتازه جدا، بس لو تعرفي تجيبي معاها دوكري تونيفاينج جيل رائع، وما تنتظريش وما تنتظريش نتيجه يا دينا غير بعد شهرين، ولازم نكمل الكورس كامل. ومهم جدا كمان اللي احنا نستخدم حاجه تشوف نقص الفيتامينات وتشوف مستوى الغده عندها عامل ازاي وتعمل تحاليل ونشوف. مهم جدا الفيتامينات اللي هنقول عليها دلوقتي نستخدمها، فيتامين يكون مخصص للشعر يكون بيحتوي على السيستين والأرجينين والزنك، في على سبيل المثال اللي هو السيستين بي 6 زنك ده رائع. كمان معانا بنستخدم الفيتامين د، ولو في نقص حديد او في مخزون الحديد بنستخدم حبوب للحديد. جوري انا رديت عليكي، مسامات الخشم انا رديت عليها. مفيش حاجه اسمها زكام مزمن يا فطوم، لا اعتقد كده يا فطومه، مفيش حاجه اسمها علاج مزمن. هي زكام مزمن هي الفكره اللي بيبقى فيه تحسس، التحسس ده بنستخدم له بخاخات بتكون بتحتوي على الكورتيزون مع حبوب التحسس، وبنستمر عليها لمده 3 شهور وبنشوف بيبقى فيه الموضوع تحسن. طبعا آية، لو أنت قصدك على حبوب التبييض الجلوتاسيون أضرارها أكتر من نفعها. يعني لا، بستخدم فيتامين د ووشي بقى فيه حبوب كتير، ده بسبب الفيتامينات. ممكن يكون أنت عندك مشكلة مع فيتامين ما، تمام؟ فمهم جدا اللي احنا، هل الحبوب طلعت بعد ما استخدمنا الفيتامين؟ وهل في فيتامين معين استخدمتيه فظهرت بعد كده الحبوب؟ طيب بنستخدم الروتين اليومي بتاعنا ايه؟ الغسول، الكريم المرطب، الواقي الشمس، كل دي حاجات ممكن تسبب لنا حبوب. هل حصل اكلنا حاجة وعملت لنا تحسس؟ كل دي حاجات احنا لازم نبقى عارفينها. هند عاصم، قولي لي ايه الجزء الاعلى من الظهر، علاج السواد الجزء الاعلى من الظهر. جميل جدا، النيوتون بادي، النيوتون بادي ممتاز جدا. هوريكم حالا الصورة بتاعته. ده صورته، ايزيس نيوتون بادي ممتاز جدا رائع، بيستخدم هيساعد معاك في الاسمرار اللي هو اعلى الظهر اللي انت بتقول عليه، وكمان لكامل الجسم بما في ذلك المناطق الحساسه سواء منطقه البكيني او الاندر ارم. تمام كده اعتقد تكون واضح يا فتوح. سواد حول الفم يا فاتن، حاضر هنزل لك برضو الفيديو بتاعه عشان تشوفيه. ثانيه واحده، اتكلمنا عنه قبل كده برضو. فاتن بتسأل عن السمار اللي حول الفم، ان شاء الله ان شاء الله نوصل له سريعا ان شاء الله. ممكن نشوف الفيديو ده يا فاتن. يوكا المغازي حاجة تساعد في تزويد الحرق، قلنا عليها برضو.
ولكن محتاجين رياضة. هوريكي برضو ايه سريعا برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو بتاعها، لا مش ده، ده حاجة تانية. ثواني فاطمة، حاضر. الناس اللي بتسأل على المسامات يا جماعة، أنا معلش يا جماعة الأسئلة كتير وضاعت مني. ثواني بعد إذنكم. في أسئلة كتير ضاعت مني معذرة. أنا يا ريت كل اللي كان كاتب سؤال يكتبه تاني. معلش يا جماعة. شيرين محمد، قلنا نستخدم مالتي فيتامين يكون بيحتوي على الجينسنج والجينك بلوبا، ويا ريت كمان لو معاه الرويال جيلي، لو استخدمناهم مع بعض هيكون ممتاز جدا وهينشطك. المسامات قلت، ايوه احنا قلنا على موضوع المسامات، وقلنا كمان الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم. حميدة والله يا جماعة اتكلمنا على موضوع المسامات ده كتير. طيب انا هوريكم فيديو كده سريعا لموضوع المسامات سريعا. طيب ده اول فيديو. لو عايزين بقى الكريمات الطبية اديته حاجته، تاني واحد برضو بقى لو عايزة حاجة طبية من الصيدلية موجود برضو. ده طب طبعا، بس لو انت عايزة بقى حاجة كريمات مخصصة الناس اللي بتعاني طبعا من المسامات يا جماعة الواسعة، تمام. ف ده معذرة واحد تاني، واحد تاني معلش معذرة. بنستخدم الكريم ده يا جماعة، هنزل لكم صورة الكريم. تمام، ده صورة الكريم بتاع المسام، تضييق المسام. طيب طيب في ناس بتتكلم اسمرار الاقدام لونها يختلف عن لون الساق والاظافر فيها سواد، ايه الحل؟ قلنا قبل كده بنستخدم كريم يحتوي على ماده اليوريا واللاكتيك اسيد مع بعض.
ده بيعمل ترطيب وكمان بيساعد على التفتيح، لكن ما نستخدمش اي حاجة مكشرة، لان لو استخدمنا اي حاجة مكشرة هيزيد الاستمرار مرة تانية. معذرة يا جماعة، حصل بس مشكلة في الانترنت، بشد صافي وعاني من المسافات الواسعة يا سارة. أنا لسه قايل يا سارة والله في كمان الفيديو موجود على حسابي ممكن نشوفه يا سارة، مفيش مشكلة مع العمر بتاعك، مفيش مشاكل خالص. هالو كلين كليننج بيقولك سيبك من الفيديو. طيب دكتور مظبوط، ينطي نتيجة الصوت كده. طيب يا جماعة في ناس بتسأل على الصوت، الصوت واضح؟ طيب الناس اللي بتسأل على الصوت، قال له لا يا لول ما ينفعش مع الحامل، لا أفضل استخدامه مع الحامل. فيني أسألك خاص إنعام؟ أنا بحاول أرد على قد ما أقدر على الخاص يا إنعام، بس لو الموضوع يعني مش خاص وممكن الناس تستفاد منه، ممكن تكتبي سؤالك ونرد على الناس هنا كلها. طيب لو سمحت، في حبوب تنفع للبروستاتا؟ احنا قلنا الحاجات الممتازة جدا للبروستاتا، قلنا حاجة اسمها البروستات هيلث، وكمان البرازميتو والبيبون بلس موجود، التركيبة بتاعتهم اسمها ساو بالميتو. سنة اثار الحريق، لو اثار بني هنستخدم هيدروكينون او اي كريم مفتح عادي مفيش مشكلة، لو اثار سببت زي ندبات هنستخدم، لو ندبات حديثة هنستخدم، لو ندبات حديثة هنستخدم الكونتراكتيوبكس، هيبقى ممتاز جدا ورائع. لو قديمة شوية فهنستخدم معاها حب اللهم صل على نيوجل، نيوجل سيليكون او اي كريم سيليكون، سكار ميد او سكارو ايا كان اللي موجود في بلدك ايه. معذرة يا جماعة، لحظاتكم معاكم. هالو بيسأل أبر التنحيف أحسن نوع إيه؟ انا السكسين ده ممتازة جدا، السكسين ده رائعة، وانا نزلت شرح عنها ممكن ندخل ونشوفه. حاضر. في حد كان بيسألني بيقول لي دقنك تقيلة ليه؟ يا دقني كده طبيعي يعني، الحمد لله فضل الله، فضل من الله، ولكن احنا قلنا تكثيف الدقن وانبات فراغاتها بالطريقة بتاعتها، الفيديو موجود عندي هنا في الحساب ممكن ندخل نشوفه.
شيرين. انا إيه انت يا شيرين؟ ايه يا فندم؟ اشجر الرمادي. طيب نعم، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، ارسلي على الخاص وإن شاء الله في أقرب فرصة هرد عليك إن شاء الله. معلش يا جماعة، أنا رجعت لكم تاني حسا القبطان. طب اكتبي لي السؤال تاني. طيب، في دواء لوجود طبايع في الوجه، في وجهي وجاف؟ يعني ايه طبايع؟ طيب وجهي جاف ده هنستخدم كريم مرطب بيكون كويس جدا. حسنا، أسماء لازم مراجعة. وعليكم السلام، لازم مراجعة الطبيب، لازم مراجعة الطبيب.
معذرة يا جماعة، أنا عارف اللي أنا بغيب عليكم. مسدات الرأس احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي احنا لازم نستخدم حاجة تكون فيها مضاد فطريات زي الكوتوكونازول، فلا بنستخدم النزورال شامبو. النزورال شامبو نعم، انا قلت لك حاضر، ابعتي لي على الخاص. حاضر حاضر، من الاثنين بس اول ما افضى كده، وان شاء الله في اقرب فرصة هرد عليك. ما في صوت؟ اكيد في صوت اهو، يعني اللي يا جماعة لو ما فيش صوت عرفوني بعد اذنكم. حميدة من إيطاليا، ماشي. احنا بقى صيدلية، المفروض يبقى أعتقد الصيدليات كمان عندك تكون فاتحة. جوجي أو جوجي بنتها عمرها 12 سنة، صح. نستخدم غسول يكون لطيف للبشرة، غسول يكون لطيف للبشرة، ممكن نستخدم اللي هو يورياش، ممتاز جدا، أو الكلينانس، هنزل لك صورته. كمان نستخدم من شركة أفين كومبوننت، هوريكم برضو صورته، او نستخدم لها حاجه تكون بتحتوي على البنزال البروكسيد، مع ان ما يعني ايه ما فضلهاش قوي، بس هبعت انزل لكم صور الغسول. عندك الغسول ده ممتاز جدا للبشره الدهنيه، تمام كده اعتقد واضح للجميع. التاني الكريم او الكريم المرطب بتاع الحبوب، ده ممتاز جدا، يتحط على الحبوب والكامل الوجه، ما يسيب لهاش كمان اثر، تمام كده. حكيمة شعر يتساقط كتير يا دكتور، احنا اتكلمنا فيه في بداية اللايف، فمعلش احنا هناخد اي حاجة تانية. غسول البشرة الدهنية جدا، عمر عمري زين، ده لسه انا منزل الصور دلوقتي، اعتقد تكون شفتيها، اعتقد تكون شفتيها، يعني لسه منزل الصور دلوقتي للغسول. افضل حل للرؤوس السوداء يا جماعه قلنا حاجه تكون بتحتوي على حمض الساليسيليك اسيد، مقشره، ممتاز جدا يا جواهر. هنستخدم اي حاجه من اي شركه هيديك نتائج ممتازه. الناس اللي شعرها ضعيف وما بيطولش، في عندك حاجه اسمها البنسوفيل تونيك، هيوريكي صورته حالا. ده رائع يا جماعة، ده عبارة عن فيتامين بي 5 ديكسابنسينول، ممتاز رائع، تمام. كده واضح جدا يا جماعة، اللي حد عايز يقوي الشعرية بتاعته وبتتساقط فممكن يستخدمها، ممتاز جدا ورائع. تشكك في الشفاء، في الشفة وجفاف، نستخدم اي كريم مرطب، عندك يوسرين، عندك افين، عندك سيتافيل، كيوفي، كلهم ممتازة او ممتازين بقى. حاضر نال الاثنين يا انعام، حاضر حاضر والله حاضر، حاول اشوف. حاضر انجي، كويس يا انجي، معقول، تديله 7 من 10، ممتاز، مفيش مشاكل، كويس جيد. 8 سنين ضعيف جدا من ناحية ايه، نحيف يعني، ما فيش مشكلة النحافة يا جماعة، يا جماعة احنا خلينا نشوف الافضل، مش مسألة النحافة، الصحة العامة بالنسبة له، هل هو مناعته قوية جدا، مناعته قوية، نحيف ولا مش نحيف، كل ده اللي يفرق معانا في الموضوع ده. بالنسبة لخطوط الابتسامة بنستخدم حاجة تكون بتشتغل على التجاعيد زي الريتينول، ويفضل كمان لو اي كريم كمان معاه هيلورونيك اسيد بتركيز عالي، ومن افضل الحاجات ليها الفلوريجا تايم فيلر، ممتاز جدا، او النسيف، النسيف ريفيرس. ايه تاني حل التجاعيد؟ قلنا اهو لسه بنقول حالا اهو التجاعيد. حاضر،
لم أسمع جواب تشقق الشفة. بقى تاني برضو هنستخدم كريم مرطب طبي يكون قوي زي السيتافيل، الكيوفي، اليوسيرين، كمان يورياج رائع، وكمان افين. انا افضل افين، ممتاز ورائع جدا. هل الطب صح؟ مش عارف انت قصدك ايه برضه. ده سترونج. دكتور علاج جرثومة المعدة يا حسين، لازم مراجعة طبيب، لازم مراجعة طبيب، لأنه هيكتب لك كورس كامل مضاد حيوي مع البروتون بامب. هتستخدم الكورس كامل لمدة أسبوعين وممكن أكتر على حسب اللي الطبيب يراه، أو ممكن أقل طبعا يعني. احمد عز، حاجه لتكثيف الدقن. قلنا يا احمد يا عز، الحاجه لتكثيف الدقن هنستخدم التونيفاينج جيل من شركه دوكري، وهتلاقي الفيديو موجود عندي بتاع انبات الفراغات. تونيفاينج جيل من شركه دوكري اضافه الى بخاخ المينوكسيديل، وهنستمر عليه ما لا يقل عن 3 شهور وهنلاقي نتائج، ونكمل 6 شهور وبعد كده بنسيب المينوكسيديل تدريجي يوم بعد يوم وهكذا لحد ما نقلله تماما. ايه سؤال؟ رد على سؤالي، انا ما شفت سؤالك. حاضر. زبدة الشيا كويسة جدا، زبدة الشيا من الحاجات المرطبة الممتازة. هنزل حلقة مخصوص على موضوع الكرش ده يا جماعة للناس اللي عايزة تنحف في البطن. حاضر، لأن هي محتاجة بعض التمارين الرياضية ولازم أعمل لها فيديو يكون كامل. بنشيني أنا نزلت قبل كده عنه، اللي هو عندك الشامبكس من الحاجات الممتازة جدا، بس أعتقد هي ناقصة في السوق حاليا. وعندنا النيكوتيل باتشات لازقة بتتلزق رائعة جدا، وممكن تراجع الفيديو على طريقة الاستخدام وكامل. دينا مفيش حاجة اسمها فيتامين للطول، ولكن ممكن حاجة بتساعد على النمو شوية، ممكن نستخدم الأوميجا 3. حميدة، ممتاز. زيت التين الشوكي ممتاز ورائع للبشرة، بيساعد على التجاعيد التجاعيد وترطيب للبشرة وتغذية، ويديها نضارة كمان. ممتاز. قلت أنا التونيك، قلنا تبييض المناطق الحساسة، قلنا البادي تون. البادي تون من شركة نيوتون بادي من شركة إيزيس. بدأت تطلع لي مثل الرؤوس السوداء بقرب الفم وتحول إلى حبوب. الرؤوس السوداء قلنا عليها يا جماعة نستخدم كريم يحتوي على الساليسيليك أسيد، في موجود من شركة لاروش بوزيه، وكمان موجود وموجود لاروش بوزيه، وموجود كمان الساليسيليك أسيد في شركة يورياش ولا روش بوزيه. اكس كي، معلش على تعبك، بس انا برد على كل الاسئله فاعذرني، انا مش هقدر اشوف كل الناس يعني، فانت ممكن تكتبه تاني، معذرة. تفتيح بشره الجسم يا رحمه، انا اتكلمت فيه ونزلته كذا مره، هتلاقيه من اول الفيديو. ويعمل علا احمد، دايت للحامل ممكن ينفع بس بعد مراجعة الطبيب، الطبيب هو اللي يحدد لك ايه المناسب ليك بالظبط وتمشي عليه. القولون يا بلاك هورس، احنا قلنا الدوسبيتالين ممتاز ورائع جدا. يا جماعة الناس اللي بتقول لي رديت على كل الناس، انا بحاول ارد على معظم الناس، فبعد اذنكم اكتبوا السؤال تاني معلش. الدهن المزدوج غير المترهل، عملية لو ليزر.
انا افضل ان انت تراجع طبيب في الموضوع ده، طبيب جلدية مختص. شعر ناشف وهايف لبنتي سنتين، نستخدم زيت اللوز الحلو، هيكون ممتاز جدا معاها. زيت اللوز الحلو. حميدة ميرسي كتير على كل جواباتك، الله يخليك يا رب ويحفظنا جميعا يا رب، ويا رب يكونوا فعلا بتقدروا تستفادوا منه. دكتور، في أدوية لتخفيف الوزن مثل أبلفيت وزينيكال، أنا اتكلمت عنهم قبل كده. الأبلفيت ممتاز ورائع جدا بالنسبة للحاجات الطبيعية، بيشتغل على التنحيف وكمان سوري بيشتغل على حرق الدهون، وكمان عدم امتصاص الدهون الداخلة مع الوجبة، إضافة إلى سد الشهية. والزينيكال طبعا احنا عارفين اللي هو بيمنع امتصاص ثلث الدهون اللي داخلة لنا مع الوجبات. بشرتي لونها أصفر وما بيها نضارة، وأنا نزلت حاجات كتيرة قوي على النضارة دي، وحيوية وشاحبة. بص يا لول، أنا مش عارف إيه اللي حاصل. لول ثواني، هبعت هنزل لكم صورة سؤالك إيه؟ هنزل لكم صورة المنتجات اللي ممكن تستخدمها تعطيك نضارة فورية وتشعري بده بسرعة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. في سيروم وفي كريم، شوفي ايه اللي موجود عندك في بلدك وكبير، الاتنين ممتازين جدا اي واحد فيهم. الكريم بيديكي كمان زي نضارة شوية، سوري زي توريد. دول الكريمين، الكريم والسيروم ده لول. رنا، كريم في نسبة كولاجين، استخدمي حاجة يكون فيها هيلورونيك أسيد أو ريتينول، يساعد في تحسين إنتاج الكولاجين يكون أفضل. وناخد الكولاجين يكون شراب، لو خدتيه شراب هيكون أفضل بالنسبة لك، لو خدتيه شراب هيكون أفضل بالنسبة لك. ده يا جماعة كريم الشد الفوري والنضارة الفورية، تمام، هيكون معاكي ممتاز جدا يا لول. أعتقد كده الصورة واضحة والمنتجات واضحة. برفكتيل مع الامبولات كويس جدا لملء الفراغات وانبات الدين. مظبوط يا دينا، وانا رديت عليكي وقلت في بدايه الفيديو، وان شاء الله هيبقى موجود اللايف، تقدروا ترجعوا له في اي وقت ان شاء الله. سمر عفوا، واهلا بيكي. نزلت عنه قبل كده موضوع الزيوت ده يا جماعه، فانت ممكن تراجعي تاني يا سمر. معلش سميرة، احنا نزلنا يا سميرة برضو، اتكلمنا النهاردة برضو عن الهالات السوداء. ايه يا جماعة، برضو الناس بتتكلم على اللي بتطلع في الأفخاد الداخلية وتحت الإباط. هنزل برضو الفيديو الصورة مرة تانية، الصورة مرة تانية اهي. ليه؟ ده لوشن لتفتيح الجسم كامل ايا كانت بسبب ايه، وينفع للأماكن الحساسة، وكمان ايه ينفع للأندر آرم طبعا والبكيني والكامل الجسم. اهو صوريه بقى يا الناس اللي بتسألني على التفتيح. يا جماعة الناس اللي بتسأل على التفتيح بي اتش نور، ده هو ده المتاح حاليا، الميتفورمين هو المتاح حاليا، الا اذا رجعت الطبيب والطبيب شاف اللي في حاجة عكس ذلك لو حالتك ما تسمحش معاه. خلاص يا جماعة المنتج واضح، أعتقد كده المنتج واضح يا جماعة، صح؟ عفوا يا لول. نفشة الشعر، انتظري مني فيديو ممتاز جدا لموضوع نفشة الشعر ده، هقول لكم على بعض الكريمات، وكمان بمشيئة الرحمن هتكلم معاكم على حاجات طبيعية تعملوها في البيت. لولا جوجا، لا مفيش حاجة اسمها كده، مش عارف مين اللي قال لك إشاعة زي كده. سارة هاروم، محلل الإكزيما، الترطيب المستمر ونبعد عن العطور ونبعد عن المية السخنة باستمرار. في حد تاني بيسأل فراغ صدفية وفراغات الشعر. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اتكلمنا في الموضوع ده برضو ولكن سريعا، لو هو صلع وراثي هنستخدم المينوكسيديل مع التونيفاين جيجل، لو مش وراثي ومجرد بس عرضي وتساقط عرضي
هنستخدم الامبولات اللي ذكرناها، اللي هي هنقول هنزل لكم برضو كذا حاجه. عندنا الديتو اس اهو، ده سيرم ممتاز جدا ورائع، كورس 3 شهور الى 6 شهور، وبنستخدم معاه التولفانج جيل من شركه دوكري. كمان معانا حاجه تانية، الامبولات من شركه انيفاجين، رائعه رائعه يا جماعه. الناس اللي عندها مشاكل تساقط في الشعر وفراغات بسيطه بسبب عرضيه وليس وراثي، تركز وتاخد كابشر للحاجات دي. عندنا كمان الفولتين من الحاجات الرائعة جدا، وطبعا دول فيه منهم رجالي وحريمي فينفع للاتنين، وطبعا الشامبوهات الخاصة بيهم. سمر انا بنزل اللايف تاني بعد ما بخلص. طبعا الزنك ممتاز جدا لتقوية الشعر. لا لا علي، عفوا، على ايه على ايه، انا بحاول ارد على الجميع. دكتور مقوي للرموش اتكلمت عليه قبل كده، بس هوريكم الفيديو سريعا سريعا عشان الناس برضو تحاول الناس تستفيد على قد ما تقدر. الرموش قوية، الرموش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طيب الرموش تايهة مننا، بس ممكن برضو نجيب الصور على الأقل إن شاء الله نلاقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الفولتين تريتمنت، الفولتين ايلاش اند تريتمنت، ايلاش اند برو تريتمنت. انا بدور عليه، بحاول ادور على قد ما اقدر ان شاء الله الاقيه. اهو ده من الحاجات الممتازه جدا لليورياج، من الحاجات الممتازه والرائعه جدا، سوري، للحواجب والرموش. عفوا على ايه، ان شاء الله بس تكون الموضوع. مي سليمان لازم تقولي لي الحاله ايه وبسبب ايه، هل ده عشان احنا بنعمل صبغات كتير او عملنا فرد قبل كده او لا؟ يا جماعه مفيش مشكله، اي شركه زنك نستخدمه، تركيز 10 مللي جرام او 15 مللي جرام مفيش مشكله. الوردية والحساسية من ضمن الأسئلة اللي بسألها كتير. سريعا كده برضو أوريكم قبل ما نقفل بقى اللايف، أوريكم حاجة للوردية علشان ناس كتيرة سألتني عليها، يا رب تكون موجودة وما تتوهش مني. بسم الله بسم الله. أيوه أعتقد كده بقت واضحة جدا موضوع الوردية.
ياسمينة لا ما ينفعش بديل للمينوكسيديل. ايه تاني ايه تاني؟ احنا في واحدة دلوقتي كانت بتسأل على حاجة وقلت لها لا، راح من السؤال معذرة بقى. الدركس بتاع فيتشي طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، مش هو بديل المينوكسيديل، ولكن هو كويس جدا انبات الفراغات وايقاف التساقط ممتاز. ريتش يزيل المسامات البسيطه، قلنا يا جماعه كذا مره موضوع المسامات البسيطه، استخدمي تونر او بلاش تونر، محلول سلاين ووتر، سلاين ووتر هتلاقيه في كل الصيدليات. شكله اهو عشان برضو تكون معانا في الصوره. شكله ده النورمال سلاين، بنجيبه يا جماعه وبنستخدمه زي التونر خالص بقطنه، هتلاقوا فرق كبير جدا في خلال اسبوع في موضوع المسامات الواسعه والرؤوس السوداء، هيبقى ممتاز جدا. طيب يا مي ان شاء الله انا هنزل فيديو على الموضوع ده كاملا ان شاء الله. تفتيح الرقبه والعنق قلنا نفس تفتيح الاكواع والركب والمفاصل، فبنستخدم لها كريم يوريا يكون بيحتوي على لاكتيك اسيد زي كريم اكرات من شركه افين او يوسرين يوريا او من شركه افالون اليوريا ال. كمان عندنا في النورمال سلاين كيف نستخدمه يا جماعه؟ بنقول نستخدمه على البشره مرتين في اليوم زي التونر بالظبط، مرتين في اليوم بقطنه. هتشوفوا الفرق، هتبدأ تلاحظوا الفرق إن شاء الله بداية من بعد أسبوع، بس نصبر. أنا اتشرفت بكل اللي حضروا اللايف النهاردة، وهستأذنكم النهاردة خلاص للأسف وقتنا خلص في اللايف. طيب في حد بيسأل على واقيات الشمس بالمرة بقى وإحنا سريعا كده؟ واقيات الشمس، حاضر، واقيات الشمس للبشرة المختلطة، حاضر انا الاثنين. ده اخر سؤال هنجاوب عليه ان شاء الله، بس سريعا كده اوريكم المنتجات. واقي الشمس للبشرة المختلطة، ده للبشرة المختلطة ممتاز جدا، ممتاز جدا يا جماعة. اتمنى يكون الفيديو يعني استفدتم من اللايف النهاردة، وانا اتشرفت بكل اللي حضروا معايا اللايف النهارده. يسريم كويس جدا، فعلا واقي الشمس يسريم ممتاز، نورتوني في اللايف، تصبحوا على خير ودمتم